الخير، أهلا وسهلا فيكم باستوديو بيروت تركيا في لبنان، لبنان في قطر، سوريا تنتظر السعودية، لبنان سيزور إيران. من هذا البلد الصغير في استوديو بيروت الليلة. هل يحمل رئيس الوزراء التركي وساطة للحل في لبنان؟ ما صحة مسودة الاتفاق السعودي السوري حول لبنان؟ وما هي السيناريوهات المطروحة؟ بعد 4 سنوات من اغتيال بيير جميل، ماذا ينتظر شقيقه سامي من العدالة؟ لمواضيع تركيا وإيران وسوريا وكل الزيارات وكل العالم في لبنان، أستقبل النائب في البرلمان اللبناني نهاد المشنوق. مساء الخير أستاذ نهاد. هيدا البلد الصغير في كل الناس جوا وكل الناس برا، وفي أردوغان. أردوغان هالشخصية الشرق أوسطية اللي طبعا نجوميته يعني تصعد عند الشعوب العربية خاصة، بالنسبة لفلسطين وليس للبنان، هل برأيك هو هنا لاستكمال مبادرة سين سين أي السعودية السورية؟ لا أعتقد أنه الدور التركي بالمنطقة وليس في لبنان دور تأسيسي، هو ليس استكمالا لدور آخر، بمعنى انه زياره الرئيس اردوغان الى لبنان اوضحت انه في 3 اهداف محدده وتاسيسيه بحركته. يعني الهدف الاول انه جاء من مدخل الدوله اللبنانيه، الحكومه اللبنانيه وزعيم السنه، الدوله مش ليس بمعنى الشخص، نعم، بمعنى انه لقائه بجميع الاطراف السياسيه الممثله بمجلس النواب، نعم، لقائه برئيس الجمهوريه، لقائه برئيس المجلس النيابي، اللي كان واضح انه مش لقاء تقليدي بمعنى انه او لقاء بروتوكولي، كان لقاء حواري فعلا حول فكره الدوله، الاتراك يتحركون في المنطقه، في كل المنطقه، ولا يدخلون الا من باب الدوله وليس من باب الاطراف او الافراد او الشخصيات او الاحزاب بطبيعه الحال. نعم. لذلك الهدف الاول الذي اراد تحقيقه، اعتقد بانه حققه، أنه أكد على مفهوم الدولة اللبنانية بمعنى اجتماع أطرافها وبمعنى قدرة الدولة الموحدة على التعامل مع المتغيرات والتطورات سواء كانت عربية أم إقليمية.